شاء الله احنا جايين النهارده نحرر تفكيلات باسم السيد الرئيس لدعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم واستقرار البلد، وان شاء الله الاقبال عندنا كبير جدا وربنا يكرمه، وبنطلب منه المزيد من الجهد. ان شاء الله قدامنا شهر العقاري بنعمل توكيلات عشان خاطر رئيس الجمهوريه، عشان خاطر رئيس عبد الفتاح السيسي. احنا حماه الوطن، حماه الوطن نازله بكل ما عندها من قوه عشان خاطر ابتسام الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده جاي ادعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسه، وجاي اعمل له توكيل وبقول له انا معاك قلبا وقالبا، ومصر كلها معاك يا رئيس. انا من دوري عقل جاي من قريه اسمها قريه الكوابل البحري، تبعد عن مركز سوهاج 15 كيلو، وجاي في الشمس سخنه عشان أعيد الرئيس وأقول له أنا معاك قلبا وقالبا يا فخامة الرئيس، ومصر من غيرك ملهاش أي طعم يا رئيس، معاك يا فخامة الرئيس، يحيى مصر. كلنا جايين ليه النهاردة علشان نعمل توكيلات للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علشان نقول له إحنا هنكمل معاك مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء يا سيادة الرئيس. النهاردة آلاف من محافظة سوهاج نزلت تعمل التوكيل من الساعة 9 الصبح، من أول ما فتح باب التوكيل ولسه قاعدين لغاية الآخر، ومكملين معاك يا سيادة الرئيس إن شاء الله. وبنقول لك شكرا، شكرا على الحياة الكريمة اللي اديتها لنا في الصعيد اللي كان مهمش على مدار سنوات سابقة. محافظة سوهاج كلها شبابها وولادها وبناتها وسيداتها ورجالها وشيوخها بيقولوا لك شكرا يا سيادة الرئيس.